العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع مذيار مع ثاني المراكز والمركز الثالث. ثالث المراكز من الجانب الآخر هناك هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن مطر بن حاذه الكتبي يدفع أيضا هناك بهملولة مع المركز الرابع والمركز الخامس تقدم شعار هجن الرياسة يتقدم مشاهدينا الكرام من خلال هذا المسار المثير والمميز هناك وتابع التقدم وتابع تواجد الأسماء هناك الشكرة هناك من تتقدم مشاهدينا الكرام الوثبة لهجن الرياسة مع عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي ولكن أتابع الأسماء القادمة وأتابع هناك من تنطلق مشاهدينا الكرام هناك الشاهنية لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي مع المركز الخامس والمركز السادس سادس المراكز من الجانب الآخر من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام هذا التجمع المميز الذي يضم نخبة من الذلل المحليات الأصايل بموقع واحد ست مراكز مشاهدينا الكرام ولكن أتابع أتابع التقدم وأتابع هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الدبيلة من يدفع أيضا بهملولة مع المركز السادس والمركز السابع سابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك ديمة لهجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي والمركز السابع هناك المركز السابع المركز السابع تقدم الأسماء وتقدم أيضا في هذا المسار المثير هناك الظبي لسمو الشيخ حمد أبو الراشد المكتوم مبارك بن محمد المطيوعي من يتقدم مشاهدينا الكرام سابعا والمركز الثامن ثامن المراكز خيال لسمو الشيخ حمد أبو الراشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والمركز التاسع تاسع المراكز المركز التاسع جبارة لهجن الرياسة سعيد بن عيلان المهيري ينطلق مع جبارة تاسعا والمركز العاشر عاشر المراكز مشاهدينا الكرام هنا الخطر هنا الحمر الخطر يتقدم مشاهدينا الكرام مع الهدة مع الهدة لهجن الرياسة هناك رجل الأمتار الأخيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم لنا الهدة مع عاشر المراكز هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة والمتحدية في هذا الشوط المثير نعود مع البداية نعود مع صدارة هذا الشوط المقدمة هناك اليافل هناك اليافل على البداية وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي من يدفع هناك باليافل على البداية وعلى المركز الأول المركز الثاني هناك مذيار لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير وقدوم ثالث المراكز الوثبة لهجن الرياسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي مع المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك الصميصم هناك الصميم تنطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي رابعا والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام ديمة لهجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي والمركز السادس سادس المراكز المركز السادس هناك خيال لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم مع المركز السادس والمركز السابع سابع المراكز من الجانب الآخر هملولة لسمو لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن مطر بن حاذة الكتبي من يتابع هملولة في هذا المسار سابعا والمركز الثامن ثامن المراكز مشاهدينا الكرام هناك جبارة لهجن الرياسة سعيد بن عيلان المهيري والمركز العاشر المركز التاسع تعود هناك تاسعا تعود هناك
هناك الهد لهجن الرياسة مع رجل الأمتار الخطيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيل الشرس في الأمتار الأخيرة. حذاري حذاري من الهد ولكن من الجانب الآخر وتابع تقدم الأسماء ووصول العاصمة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يمير الوهيب يدفع بالعاصمة مع المركز العاشر. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، ولكن البداية البداية وسكان المقدمة سكان الصدارة هناك لا زالت اليافل يافل على البداية وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني ثاني المراكز هناك الوثبة تنطلق الوثبة لهجن الرياسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي ثانيا، والمركز الثالث الصميم تنطلق مشاهدينا الكرام ثالثا لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الرابع رابع المراكز تقدم هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هناك سالم بن مطر بن حاذي الاكتبي من يتابع هملولة مع المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز تعود مشاهدينا الكرام خيال لسمو الشيخ حمد بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن العاصمة وصلت العاصمة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، ولكن الأمتار الأخيرة الكيل الأخير الكيل الخطير. البداية البداية غيرت مشاهدينا الكرام هناك غيرت مع البداية وغيرت مع صدارة هذا الشوط الوثبة لهجن الرياسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي والعاصمة على المركز الثاني لهجن الرياسة مع الظافر عيسى هناك مع الظافر علي بن يميل الوهيبي مع المركز الثاني. والمركز الثالث تعود الهدى لهجن الرياسة مع رجل الأمتار الأخيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي رياسية باختلاف المضمرين، ولكن البداية مشاهدينا الكرام الوثبة ولكن العاصمة على المركز الثاني تتحرك لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، والوثبة صامدة والهدة واصلة، ولكن خلاص الوثبة مع البداية الوثبة مع الناموس الوثبة مع السيارة مع السويت. تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة على فوز الوثبة بالمركز الأول، والتهنية موصولة للبارع عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي على فوز الوثبة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا أحمر خطر مروا عبر تهانينا والناموس بثلاثية الرياسة. المركز الثاني الهدى لهجن الرياسة، والمركز الثالث العاصمة لهجن الرياسة، والمركز الرابع هناك منبع لهجن الرياسة، والمركز الخامس مشاهدينا الكرام اليافل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. نعود بالثانية لهجن الرياسة على فوز الوثبة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بدون أي منافس. تهانينا والناموس. والتوقيت الزمني ساعة وصول الوثبة إلى خط النهاية 9 دقائق 22 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والثانية موصولة للبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على فوز الوثبة بالمركز الأول. والمركز الثاني كانت فيه الهدى لهجن الرياسة، والتهنية موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي بتوقيت زمني وقدرة 9 دقائق 24 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لهجن الرياسة برباعية مميزة في هذا المسار باختلاف المضمرين. والمركز الثالث كانت فيه العاصمة لهجن الرياسة، والتهنية موصولة للظافر علي بن يميل الوهيبي حيث قطعت العاصمة مسافة 6 كيلومترات ب9 دقائق 24 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع